وإلى جبهة الساحل الغربي، حيث دفعت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بتعزيزات عسكرية جديدة في محاولة لاستعادة معسكر خالد الاستراتيجي في المخا. وقالت مصادر عسكرية أن الميليشيا دفعت بتعزيزات من كتائب ما تسمى البدر المدربة على يد خبراء إيرانيين. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد عبد الباسط البحر، المتحدث باسم محوري تعز. مساء الخير سيد عبد الباسط. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. يعني بداية، هناك أنباء تحدثت عن دفع الميليشيات بتعزيزات من كتائب ما تسمى البدر المدربة على يد خبراء إيرانيين لمحاولة استعادة معسكر خالد الاستراتيجي. ما تطورات، ما هي آخر التطورات حول هذا الموضوع تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الميليشيات تحاول بكل استماتة وبمختلف الوسائل أن تستعيد ولو ما يحفظ لها ماء وجهها في قطاع الساحل أو في بقية الجبهات، لكنها تركز على الساحل أكثر لأنه معسكر خالد الوليد كان يمثل رمز سيادي ومنطقة استراتيجي وله مكانة أيضا حيوية وعسكرية هامة، بالإضافة إلى ارتباطه بالمخلوع وغيره وبالأحداث العسكرية المعروفة، فكان يعني سقوطه ضربة قاسمة للميليشيات، ولذلك هي تحاول بأكثر من اتجاه وتدفع بأكثر من عناصر الميليشيات سواء المتدربة إيرانيا كما هو الحال الآن، أو دفعت بقوات النخبة والقوات الخاصة والقوات القوات كانت تابعة للحرس الجمهوري وتدربت أمريكيا أيضا وأردنيا، وكان لديها أيضا سلاح أمريكي وسلاح حديث و أنواع من القناصات التي صرفت لها لمكافحة الإرهاب. نعم. هذه القوات دفع بها في مراحل سابقة، والآن يدفع بقوات النخبة الميليشياوية التابعة للحوثي أيضا والمدربة إيرانيا لمحاولة إحداث أي تقدم أو أي ناصر معنوي، لكن في الحقيقة كل هذه القوات تذوب ذوبان الملح أمام صمود وأمام شموخ وأمام أبطال الجيش الوطني وقوات المقاومة الشعبية في الساحل وفي غيرها من المواقع. دفعوا بكتائب الموت، دفعوا بكتائب الحسين، دفعوا بميليشيات سابقا ولاحقا، لكن لم يحرزوا أي تقدم. الآن أخي الكريم أنا أقول لك بالفم المليان، نعم، الميليشيات وعلي عبد الله صالح وقوى الانقلاب لن يستطيعوا التقدم حتى شبرا واحدا من الأمام، لن يستطيعوا استعادة حتى موقع واحد. نعم. اليوم لا يستطيعوا أن يصمدوا أمام أي هجوم يشنه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، هم في تراجع في تقاطر في انهيارات وفرارات، وإن شاء الله بإذن الله يتم الانتصار والتقدم للقوات الشرعية. هم يلجأوا اليوم إلى وسائل خفيفة وإلى الخلايا النائمة وإلى الطابور الخامس وإلى حرب الإشاعات والفبركات والتحريض ضد القيادات السياسية والعسكرية وإلى يعني هذه الأمور من الصفوف الخلفية ومن داخل المناطق الحاضنة للمقاومة، لكنهم فاشلين أيضا، والحاضنة الشعبية تثبت ولائها كل يوم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. نعم. يعني سيد عبد الباسط، يعني ما نتائج العمليات على الأرض الميدانية حتى هذه اللحظة؟ يعني وهل تطابق الخطة العسكرية التي تم وضعها؟ بالنسبة للقوات المتقدمة من الساحل، هي وصلت إلى سنترال منطقة العريش. نعم. هذه المنطقة قريبة جدا من مفرق الوازعية ومن سوق البرح، وهي تابعة إداريا لمديرية مقبنة. مديرية مقبنة ترابط على مشارفها وعلى طول الخط الرابط الذي يقسمها إلى نصفين، نصف باتجاه الجنوب بيد المقاومة الشعبية والنصف باتجاه الشمال ما زال بيد الميليشيات. المقاومة قريبة جدا من الخط الرئيسي الفاصل والواصل إلى البرح وإلى العريش وإلى مطرق المخا، وهي يعني لم تبقى إلا بضع كيلومترات، ويتم التحام جبهة المقبنة والكدحة مع جبهة المتقدمة من الساحل. هذا بالنسبة لمنطقة الساحل الغربي. ما يخص الجبهة الغربية، هناك تقدمات خلال 3 أيام الماضية. نعم. هناك معركة واسعة يعني لفتح الحصار كليا واستعادة السيطرة على الأجزاء الغربية للمحافظة، تم التقدم خلالها والسيطرة على عدد من المناطق في محيط جبل الهان
وفي وادي حنس وفي منطقة مدارات. منطقة مدارات منطقة واسعة تتبعها عدة محلات وعدة تجار صغيرة، كثير من الإخوة يعني لا يفرق، لكن منطقة المربعة تتبع مدارات إداريا، منطقة الرقمة تتبع مدارات إداريا، هذه المناطق تم السيطرة عليها، حارة الجزارين، مزارع همام، مزارع القات باتجاه مصنع البلوك الذي هو قريب جدا من مصنع السمن والصابون، القريب جدا أيضا من سوق مفرق شرعب، المدخل الرئيسي لمنطقة شرعب. فالقوات تحرز هناك تقدمات غير عادية في الخط الرئيسي الواصل، رغم أن الميليشيات فجرت العقارات وفجرت الطرق ولغمت المنطقة بشكل كامل، إلا أن القوات تقدمت في ساعات الصباح الأولى ليومنا هذا إلى مدخل شارع 30 الغربي. نعم. الذي يعني مدخل لمنطقة غراب وشارع 50 و60. نعم، العقيد عبد الباسط البحر المتحدث باسم محوري تعز، كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا.